مستناك بالسيف. والله مستناك بالسيف. شرفت. ايش هذا يا زلمه؟ هذا عشان ويلكم تو ارجنتينا. ارجنتينا. ويلكم تو ارجنتينا. ولا كاش كلها زاكي عن جد؟ اه بيفي انشو. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. الحلم يتحقق يا جماعه. البلد اللي حكينا عنها كثير وحكينا عن لحمتها كثير، واحده من افضل دول العالم في اللحوم اذا ما كانت افضلهم، هنا بيونس ايرس، هنا الارجنتين. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. La casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. La casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la. La casa del merengue. La 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 la. Y la casa de la bachata. كالعادة وزي أي بلد جديد بندخلها بدايتنا بتكون بالفطور، مش في الأرجنتين. إحنا هون تذكروا هالكلمتين كويس، مش جايين نلعب ولا جايين نضيع وقت، رح نفوت في اللحوم من أول حلقة لآخر الحلقة. البلد هاي واحدة من أهم دول العالم في الشوي وفي الأسادة وفي اللحوم، فلذلك بدايتنا رح تكون لحمة، اللي بعديها لحمة، اللي بعديها لحمة. من قلبه صغير فلا يكمل هذا الفيديو. مش عارف إيش اللي حكيته، بس بدايتنا رح تكون في مطعم اسمه سيجا لافاك. طبعا نظام المطعم هون بوفيه مفتوح على سلطات وعلى اللحوم، فالواحد اول شيء باخذ مقبلات وسلطات تبعته وبعدين بروح للحوم. فاحنا نبدا لا من عقلكم، بلا مصدقين انتم ان انا جاي هون قاطع بحار ومحيطات عشان اكل سلطه. يلا على اللحمه. يلا سينيور، this one steak. okay steak and from this one. okay can I have ribs see. ايوه يوم صوردينك يا استاذ نفيسه. العلم اتطور في كل شيء في الحياه، وصلوا على المريخ وللحين ما عرفوش يخترعوا طريقه توصل الريحه. الناس تشم الرائحه عبر الاثير. يخرب بيت الريحه شو رائعه. هنا الارجنتين، هنا الارجنتين. الموضوع مش مستاهل كثير كلام، فصيلة اللحمة، طريقة الشوي، كله بنحكي عنه بعدين. كنت حجرح حالي يا اخواننا. أول شغلة سافرين عشانها قطعة الستيك. المفروض اتكلم، لا انا المفروض اجي هون واقعد اتكلم. لا والله ما بتكلم. من اكثر قطع الستيك اللي اكلها في حياتي اللي فيها نكهه، صح فيها نكهه لحمه، واللي مهدي نكهه اللحمه الحطب. اتوقع هذا الجنون اللي عندهم في الموضوع، انه اللحمه عندهم تنشوي دائما على الحطب وشواها على الحطب. الحطب قاعد بعطيها نكهه، مع انه الستيك المفروض انه ما بدهاش نكهات، النكهه جاي اصلا من اللحمه نفسها. فانت لما تحط اثنين على بعض بطريقه معينه وتستوي لي اياها بطريقه رهيبه، وتخلي لي قطع الدهن هاي اللي فوق اللي هي تدخل تمك، قطعه الدهن اللي في الستيك دائما هي اللي حتعطيك فات از فليفر زي ما بيحكوا، تعطيك كل النكهات كل العصاره. سيبك من انه بتخن، لا هاي ما بتخن، هاي بتخليك انسان سعيد. قطعه الدهن هاي اللي هون هاي انا حاكل، عشان شايفين قلت لكم خليني ساكت، لو تكلمت كثير حيطلع مني تخبيص، خليني ساكت واكل بهدوء احسن لي. الحلو في الموضوع اني بالعاده لما اطلب ستيك كثير بركز على شو نوع القطعه اللي انا طالبها، شو الكات، شو البريد. لا هون تيجي تاكل وانت ساكت. هون في شيء يمكن اكثر اهميه من موضوع البريد والفيد وهي الاشياء، كلمه اسادو. اسادو يعني شوي على الحطب، يعني انت شو ما تكون مستوى اللحمه تبعتك راح تطلع ممتازه، فما بالك باماكن قاعده بتجيب مستوى لحمه اصلا ممتازه في الارجنتين، البلد اللي اصلا متميز بمستوى اللحمه والابقار اللي فيها، وتسويها بطريقه الاسادو. هون الشغل كلياته. اللحظه اللي ببلش اكل فيها بايدي، اللحظه اللي ببلش اكل فيها بايدي اعرف انه الوضع خرج عن السيطره شوي.
اتوقع انه حلقه اليوم حناكل فيها كثير ستيك، اتوقع انه هذا المكان هيك بس عارف، هذا المرحبا، هذا الفطور تبعنا، هذا اللي ايش، ويلكم تو ارجنتينا. ندخل في الجد يا جماعه، لا اللي كنا قبل شوي كنا هذا ويلكم تو ارجنتينا، احنا الحين بدنا نفوت في صلب الموضوع، قطعه الستيك يا جماعه، احنا قاعدين بنبحث عن افضل ستيك في العالم، جربنا الابردين انجس والحين بدنا نجرب الاسادو هون في الارجنتين، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. بنحكي لسه عن الواجيو اللي في خطتنا برضو في هذا الموسم. المهم المهم بدون كتر كلام، بدنا ناكل يعني خلص، الواحد يجي على واحد من احسن اماكن الستيك. شوف شوف اللخبطه، الواحد لسه لسانه ماخذ على ايش، واحد من افضل الاماكن. لا 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 اللعبه تغيرت يا جماعه، صرنا في الموسم السابع، بطل يكفي انك تروح على واحد من احسن الاماكن. المكان اللي ورانا لكابريا، مصنف افضل ستيك في الارجنتين. خلينا نحكي شوية معلومات عن الستيك وعن مبدأ الستيك واللحوم هنا في الأرجنتين عشان نفهم الموضوع، لأنه الستيك مخمخة ومزاج. دائما في الستيك بنحكي عن ثلاث أشياء، أول شغلة الفصيلة ونوع اللحمة نفسها، ثاني شغلة قطعة اللحمة والكت، ثالث شغلة هي طريقة الطبخ. هون في الأرجنتين النوع اللحمة بسموه أنجس. الأنجس احنا وين شفناه في الموسم الأول في البرنامج؟ في موطنه الأصلي في اسكتلندا. نعم هناك الأبردين أنجس، التغذية تبعت البقرة بيكون فيها أعشاب وبيكون فيها حبوب. الأنجس اللي في اسكتلندا فقط بياكل أعشاب. في المطعم اللي كنا فيه قبل هيك ما كانوش كتير مركزين على شو القطعة، إذا أنت فاهم باللحمة راح تعرف شو القطعة اللي تختارها، ولكن هون لا، بتفوت بيقولوا لك زي أي ستيك هاوس في الدنيا، بجيب لك قطعة بقول لك أو بورجيك صورة إيش القطعة اللي بدك إياها ومن أي مكان في البقرة، احنا اللي اخترناها الريباي. ثالث نقطة وأهم نقطة يمكن هون في الأرجنتين، برا الأرجنتين يمكن هاي النقطة مش كتير مهمة، هون في الأرجنتين بتصير أهمية كتير عالية، اللي هي طريقة الشوي اللي هي الأسادو. اللحم بكل اختصار بتنشوي على الحطب، تنحط على الحطب من جهة، بعدين الجهة الثانية، بعدين بتنشال تريح شوي. خلال فترة تريح اللحمة هاي بسووا حركة حلوة، بدهنوا على الستيك زيت زيتون، الزيت هذا منقوع فيه ورق غار وهيل وتوم، ما فيش كتير بهارات، شوية ملح، هو هذا كل الموضوع، انك تاكل اللحمة اللي فيها الحطب بطريقة الاسادو واللي فيها الزكاوة من مستوى وجودة اللحم اللي هون. شوفوا قديش تكلمنا ولسه ما خلصتش العشر دقائق ربع ساعة. طب ايش الواحد يسوي في هالحالة؟ اعطوني حل يا اخواننا، جيبوا لي قطعة اللحمة يا اخواننا. اربعتاشر ساعة طيران، ايام وليالي الواحد مش قاعد بنامها عشان قطعة اللحمة هاي. ان شاء الله زي ما بحكوا بالانجليزي it better taste good، ان شاء الله عن جد تكون مستاهلة. الريحة بتضحك، الريحة بتحسسك انك قدام قطعة لحمة كويسة. طيب اخواننا متوتر مش عارف اقص الستيك. اوه في سلطات، بس حبيت احكي لكم انه في سلطات قدامي. بسم الله. نعم ها وات شو لحظة يمكن لأول مرة في حياتي أنا ما أظنش حقدر أتكلم عن جد، خلوني أهدى شوي وبعدين حيطلع الكلام، بس هاي ما بتكلمش قدامها، عيب عيب تتكلم وهاي قدامك، عيب. طلعت لي قطعة الدهون، قطعة الفات طلعت لي كلها في تمي. طول عمري باكل ستيك، فالستيك انت متوقع نكهات معينة، متوقع نكهة اللحمة نفسها، متوقع نكهة اذا كان عليها شوية توم مثلا او روزماري هذا ممكن تحس فيه، بتحس بنكهة الدهون اللي جوا اللحمة وبس، المفروض انك انت ما تحسش بشيء تاني غير نكهة اللحمة نفسها، بس انت هون قاعد بتحس بنكهة الحطب. وما اظن ستيكات كتير تانية في العالم تنعمل بهالطريقة لانها مش سهلة، اللي مفكر انه حطها على النار وقلب وشيل وحط وخلص خلص الموضوع، ما اظن كان كل الدنيا عملتها، ما كانش في اشي اسمه اسادو الناس بتسافر عشانه. هذا الاسادو، هذا الستيك اللي في الارجنتين، ازكى ستيك اكله في حياتي من الاخر. القطعه شوي بتمضغ في تم الواحد، مش زي الواجيو كمان، هاي ريب اي مش فيليه، لكن المضغ فيها متعه يا اخي. انا من الناس اللي ما عندي مشكله امضغ في اللقمه شوي، لانه كل مضغه كل عضه قاعده بتطلع لك. طبعا
طب اعمل احلف يمين انا الحين هون وما كل ستيك في حياتي، ايش بدي رجعني على الارجنتين انا، وايش بدي رجعني لمستوى زي هيك، ولا كيف بدي ارجع اكل ستيك بعد اليوم؟ انا هديت لحظات صارت عاطفيه شوي، اخر لقمه مش عارف اكلها ولا لا. اللي بعده اللي بعده. ايش اتفقنا؟ مش جايين نلعب، مش جايين نضيع وقت، جايين ناكل لحمه بكل انواعها واشكالها، واكيد من الاشكال الرهيبه في اللحمه هون في الارجنتين الستيكس او اللحوم البقريه في اكل الشوارع، الاشياء اللي مشويه في الشوارع. سنيور تريس فاكا. تعرفوا مفهوم سندويشه اللحمه شو يعني؟ يعني خبزة ولحمة ولا إشي تاني، ولا إشي تاني غير يمكن شوية ملح الواحد بيرشها بالأخير إذا هو بده خبزة. لا الخبزة بطلت خبزة، خبزة صار عليها الجوسز اللي طالعة من اللحمة اللي الدهنة اللي كانت على الفحم والحطب. نحن سعداء في هذا المكان، سعداء. نقول بسم الله. والله زاكي جد مش مزح، لا جد مش هبل الموضوع، لا بمزحوش في البلد هاي. شوف الشارع يعني لا مستخدمين ريب اي ولا فيليه ولا افخم انواع او الكاتس تاعت اللحمه، مستخدمين الفخذ اللي هو بالعاده بنفرم بنعمل منه برجر ولا قطع صغيره للطبايخ. بس كتير زاكي النكهه اللي جواها مش محتاجه انك اوكي يمكن تنضغ شوي بتعلك شوي الواحد بده يشغل تمه شوي، بس كل مضغه كل عضه فيها كتير، فيها كتير قصص بتنحكى في هالمكان. شوف قطعة الدهن اللي طلعت في النص السندويشة. فات إيكوالز فليفر، اتفقنا على هاي النقطة. الفات الدهون يعني نكهة. يا إلهي النكهة اللي جوا اللحمة نفسها على والله ما عليها غير ملح. يا إخواننا صدقوني حطيناه قدامنا بإيدينا وحطب بس ولحمة نظيفة. وخبزة وشكرا كثير شكرا سنيور. gracias سنيور gracias اسوي بوينا gracias يا جماعة. اللحمة اللي كنا بناكلها قبل ما يطعمينا اياها كان بدوقها، كان باكلها هو الاكل اللي هو بياكله بطعميه للناس. هذا الشغل الصح. gracias موسيقى 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 تترايغو موسيقى. مدام دخلنا في مود اكل الشوارع قبل ما نطلع من الماركت هذا، لمحنا هيك وشمينا ريحة بانكيكس. دي بانكيكس. طيب اونو بانكيك. دولسه دي ليتشي. يا اخي والله ماني فاهم، انا بفهم بس اكل. حرقتها قطعها. واو الكرم القوي. سكر بس البانكيك طيبه. بانكيك لحالها شكلنا مش حنطلع من الماركت هذا. اللي بعده في الماركت ولا اللي بعده نرجع لحمه ولا وين نروح؟ موسيقى 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 دي لا ريبوبليكا. واو منحله العسل حاطها في الماركت، قاعد بدوق الناس العسل من هاي خليه النحل نفسها. تحس لسه بقايا خليط النحل جوا. جراسيس لا هذا عسل مرتب، هذا عسل مرتب. هاي اهداء لعبد الرحمن الصديق اللي كان نفسي يكون معي هون. طيب الحين نطلع شوي من جو اللحمه من الصبح واحنا لحمه ورا الثانيه، وندخل في جو الاشياء اللي بياكلها الشعب الارجنتيني غير عن اللحوم. لما يقرر انه ما بدوش ياكل لحمه، ما بعرف ايش ممكن ياخذ هذا القرار، ايش ممكن ياكل؟ الجواب بيتزا. تقريبا نص الجاليه الاوروبيه المكونه للشعب الارجنتيني نصها من ايطاليا، فبالتالي اكيد حتلاقي كثير اماكن بتبيع بيتزا، واماكن عليها سمعه كثير رهيبه، واماكن فاتحه من زمان 1932. المطعم اللي ورانا اسمه جيرين، بيعمل بيتزا ايطاليه على الطريقه الارجنتينيه. لا 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 لحظة قبل ما ندخل في البيتزا، في شغلة لازم تتاكل لما الواحد يجي على الارجنتين اسمها امباناداس. هي عبارة عن عجينة زي البوف بيستري ومحشية من جوا لحمة مفرومة.
ولا طيبة. خليط اللحمة نفسه في جواه بصل وجواه بيض، بس الخليط ذاتي لأنه الناس هنا بيعزوا اللحمة. أي إشي فيه لحمة هون حيطلع كويس والله أعلم. طيب الحين بفوز في البيتزا، وصراحة عندي ملاحظة سريعة، عقد ما البيتزا فيها جبنة ما بعرف، بالنسبة لي هيك شكلها مش أحلى شكل بيتزا ممكن الواحد يشوفه في الحياة. لا بلاش الشكل يكون حلو، معلش الطعمة أولا. رسالة إلى كل واحد بيعمل أكل في الحياة، خلي همك الطعم قبل الشكل. البيتزا فيها كتير جبنة، كتير 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 جبنة، لكن مع هيك خفيفة لأن العجينة كتير خفيفة، ما فيها قرمشة أبدا العجينة، بتاكلها زي كأنها مش موجودة. يا إخواننا ممكن طلب، عسى إحنا المفروض إنه نختم الحلقة بحلو، رح نختمها بحلو إن شاء الله، لكن مش الليلة، بكرة الصبح. مش كل يوم واصل لهون ومش كل يوم حاكل هاي اللحمة، فخلوني أروح أنام ولسه طعمة اللحمة لساتها موجودة في تمي، هيك أرجع أغمض عيني وأتذكر وأحلم. والله عشنا حلم حلو اليوم. المهم بكرة الصبح برضو بالمرة بنورجيكم إحنا وين رايحين وإيش راح تكون الحلقة الجاي، اللي برضو واحدة من أقوى وأهم الحلقات وأعزها على قلبي، إشي متعلق هيك بإشي كثير بحبه. وأتوقع واضح الأمور، نشوفكم بكرة الصبح نحلي ونختم الحلقة. اتفقنا نحلي قبل ما تخلص الحلقة. صباح الخير، قدامنا بانكيكا، يخرب بيت أسميها شو صعبة، بانكيكا دي مانسانا. متذكرين الحلويات اللي أكلناها على السريع هاي في الشارع في سوق الأكل؟ هون معمولة بالتفاح، معمولة بالتفاح يعني مخبوزة نفسها وعليها التفاح المتكرمل. تاني شغلة اسمها فلان، فلان يعني فلان يعني زي الكريم كراميل. بمين نبدأ أول؟ بمين نبدأ أول؟ بالإشي السخن، بالإشي السخن. هاي كتير أطيب من اللي أكلناها مبارح في سوق الأكل. هاي كريم كراميل، كريم كراميل 100%. خلصت حلقة اليوم، نشوفكم الحلقة الجاي اللي راح تكون عن صديق الصدوق، حبيب الشعب العربي كلياته، حبيب الملايين. خلص عارفين انتم مين، حلقة خاصة عن الخروف المشوي في الأرجنتين. نشوفكم الحلقة الجاي، بدناش نحكي مكان جديد وأكل جديد، حلقة جاي يعني خروف. سلام عليكم.